يا أهلا ومرحبا، أنا في أكبر متحف للمعادن والأحجار الكريمة الإيراني، وراح أشرح اليوم حجر الكوارتز مع مديرة المتحف السيدة بارورش، وكالعادة راح أترجم ما تتفضل به الدكتورة. أكبر وأوفر مادة معدنية حول العالم هي السيليكات، والسيليكات هي مركبات كيميائية تتألف من ثاني أكسيد السيليكون، قشرة الكرة الأرضية من السيليكات، الزجاج من السيليكات، رمال البحر من السيليكات. كمان يعني هناك تقديرات من الجيولوجيين أن 30% من بين جميع أنواع المعادن هي سيليكات، ومن السيليكات الكوارتز أو المرو أو الدر الجبلي اللي راح نتكلم اليوم عنه. فيعني الكوارتز جزء من السيليكات. معدن الكوارتز يصنف على أساس الألوان، حيث يضم 11 صنف ما بين أحجار كريمة وشبه كريمة. مقياس موس للصلادة هو عدد 7/10، وهذا يعني من أكثر المعادن صلابة. أشهر أصناف الكوارتز أو المرو في مجال صناعة الخواتم هو الدر النجفي المشهور طبعا، هو حجر شفاف جدا مثل ما جاي تشوفونه، وأحيان أخرى هذا الدر الشفاف يحمل في داخله روتيل طبيعي كمحتويات إبرية الشكل، ويتسبب في بعض الأحيان بظهور أشكال نجمية عند انعكاس الضوء عليها، ويطلق على هذا الحجر حديقة كوارتز. طبعا هذه الطيور هي نقوش من نحت فنان إيراني ومش طبيعية. بشكل عام هاي الأجسام والشوائب اللي تشوفونها هي روتيل، وهذه قطعة الحجر مثلا اللي راح تجيبها السيدة، إيش قد ما فيها كمية كبيرة من الروتيل الطبيعي إبرية الشكل، يصنفها البعض ضمن الروتيل، ولكنها شنو؟ كوارتز. وهذا كوارتز بنفسجي اللي يعرف بالجمشت، هو حجر كريم غالبا ما يستخدم في صناعة المجوهرات، ومن الأحجار ذات الشعبية الواسعة بين الناس لجماله مثل ما تشوفونه الآن في هذا المتحف. ممكن للكوارتز أن يكون على شكل وردي ويسمى كذلك روز كوارتز، وهذه قطع مستخدمة في صناعة المحابس أو المجوهرات بشكل عام. وهنا قطعة كوارتز دخاني راح تجيبها السيدة، يحتفظ بها المتحف طبعا. عندما يتعرض المعدن إلى طاقة إشعاعية عالية يصبح لونه كالدخان الرمادي. وأما الألوان الأخرى، هذه نماذج من الكوارتز الأصفر أو سيترين، وهذا كذلك الكوارتز الأخضر، وراح تشوفنا السيدة نموذج من الجمشت البرازيلي اللي يحتفظ بالمتحف، وسعره اليوم 500 مليار تومان. وهناك أيضا نموذج آخر من الدر الجبلي اللي تم استخراجه من حوالي مدينة مشهد، راح نشوفه الآن. ولا ننسى هذه المعلومة أن جميع أصناف الكوارتز توجد في إيران بكثرة. وأما الأسعار، تختلف أسعار الكوارتز عند استعماله كحجر كريم في عالم المحابس والمجوهرات، يعني حسب اللون والنقاء والحجم والخليط. ولكن بشكل عام في إيران السعر يتراوح لكل جرام من 80,000 تومان حتى 1.5 مليون مليون تومان. انتهى التقرير، شكرا لمتابعتكم، وراح انشر تقارير أخرى عن الأحجار الكريمة وشبه الكريمة والمعادن، فلا تنسون الاشتراك في قناة شمس ميديا ومشاركة المقاطع اللي تعجبكم مع أصدقائكم. تحياتي.